الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم آخر بيت عندنا. قال هي طهرة، قال هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان، لحديث ابن عباس إنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه مقاصدها، مقاصدها ما هي؟ أمران: طهرة للمخرج من اللغو والرفث، وطهرة للمخرج له، طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال، قال وطعمة للمساكين. ايش تفهموا من هذا؟ قال وطعمة للمساكين، أن المقصود منها الإطعام، لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد أجارات.